بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة من قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى قوله: وأقرضتم الله قرضا حسنا. وبينا أن معنى إقراض الله سبحانه الإنفاق في سبيله، لا أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى عباده، وإنما هم المحتاجون إلى الله، محتاجون إلى الثواب والجزاء الحسن. فالمسلم ينفق ماله في سبيل الله يرجو بذلك ما عند الله من الخلف الطيب والمضاعفة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. وأقرضتم الله قرضا حسنا، وقلنا قوله حسنا أي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يدخله رياء ولا سمعة، ولا يدخله حرام وكسب خبيث. هذا هو القرض الحسن. قال الله جل وعلا واعدا عباده الذين قدموا هذه الأعمال العظيمة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وإنفاق المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذه الأعمال الصالحة يكفر الله بها الخطايا والسيئات ما دون الكبائر. أما الكبائر من الذنوب فإنها لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإنما تكفر بالتوبة، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لأكفرن عنكم سيئاتكم، هذه واحدة. والثانية: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه أعظم، وهي أن الله سبحانه وتعالى يدخل هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله، أن الله يدخلهم جنات. فالأعمال سبب لدخول الجنة، لأن الجنة لا تدخل إلا بعمل، صالح، ولا تدخل بالأماني أو بالجاه والنسب أو غير ذلك. ولو أدخلنكم جنات، قال جنات يعني متنوعة، وليست جنة واحدة، بل هي جنات كثيرة. والجنة يراد بها البستان الذي يجن من بداخله، يعني يغطيه من جماله وحسنه وخضرته وأشجاره الملتفة. ولأدخلنكم جنات، وهذه الجنات أيضا مما يزيدها بهجة وسرورا ومنظرا حسنا أنها تجري من تحتها الأنهار، العظيمة التي ليست كأنهار الدنيا، فهي مناظر بهية وبهيجة، جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا جزاء من وفى بعهد الله. أما من نقض العهد فإن جزاءه العذاب والعياذ بالله.
ولهذا قال فمن كفر بعد ذلك، أي بعد أخذ هذا الميثاق عليكم، فمن لم يفي به ولم يقم بحقه فقد ضل سواء السبيل، ضل الطريق الصحيح والمنهج السليم، فإنه ترك الحق بعد معرفته، ومن سار على غير الطريق فقد ضل وضاع. فمن ترك الإسلام ونقض العهد الذي بينه وبين الله فإنه يضيع في حياته ويوم معاده، وليس هناك طريق إلا طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فذكر أن السبل كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأما سبيل الله الموصلة إليه فهي سبيل واحدة وطريق واحد، ولهذا أوجب الله علينا قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، والفاتحة دعاء كلها دعاء عبادة في أولها ودعاء مسألة في آخرها، ومن ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو طريق العلم النافع والعمل الصالح. وأما المغضوب عليهم فهم الذين أخذوا العلم بدون عمل، والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم. أما الذين أنعم الله عليهم فإنهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، ولهذا قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي بعد عن الحق وهلك في أودية الضلال واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، الأصل فبنقضهم ميثاقهم فزيدت ما من باب التأكيد، فبما نقضهم أي بني إسرائيل نقضهم ميثاقهم وعدم الوفاء به، فإن الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك عاقبهم العقوبات الشديدة، وأشدها أن الله لعنهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. والثانية من العقوبات جعلنا قلوبهم قاسية، فهذا دليل على أن الكفر والمعاصي والذنوب والسيئات تقسي القلوب، كما أن الطاعات تلين القلوب. جعلنا قلوبهم قاسية، هذه عقوبة وهي قسوة القلوب، فالمعاصي تؤثر في القلوب، تؤثر القسوة وتؤثر العمى والضلالة. جعلنا قلوبهم قاسية. والعقوبة الثالثة صاروا يحرفون الكلم، كلام الله سبحانه وتعالى يحرفونه عن مواضعه، يعني يصرفونه عما أراد الله به من المعاني الحق إلى معاني باطلة من عند أنفسهم. والتحريف على نوعين، تحريف لللفظ
بأن يزاد فيه أو ينقص، لأنهم لما قال الله لهم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة فزادوا النون، هذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.